البوتاجاز المسطح البيلت ان. قبل ما نشتري بوتاجاز مسطح بيلت ان لازم تسأل نفسك او تسألي نفسك السؤال ده: ليه انا هجيب بوتاجاز مسطح بيلت ان؟ وهل انا هجيب البوتاجاز هعتمد عليه اعتماد كامل في التشغيل، ولا هجيبه نظام ديكور وشكل؟ طب ليه احنا بنقول نسأل السؤال ده؟ لان اجابة السؤال هي اللي هتحدد لي اجيب بوتاجاز بيلت ان شكله ايه او نوعه ايه. لان طبعا زي ما احنا عارفين ان البيلت ان بتختلف في الاشكال وفي الانواع وفي الماركات، وطبعا في منه الكهرباء، في منه الغاز، في غاز وكهرباء، في الستانلس ستيل، في السطح السيراميك او اللي هو الازاز. فكل ده لما تحدده اول مبدا في تحديد الحاجه اللي انا هجيبها، هل هستخدمه استخدام كامل وهاعتمد عليه هيبقى يكون اعتماد كامل في التشغيل، ولا هستخدمه ان انا جايباه عشان خاطر الديكور، او جايبه عشان خاطر الديكور او عشان خاطر تصميم المطبخ وخلافه. فبالتالي هنقدر ساعتها نحدد انا هجيب ايه في البيلت ان. طب دلوقتي لو انا بختار من ناحيه الديكور او من ناحيه التصميم او من ناحيه الشكل، اقدر اختار اي حاجه بما ان انا بختار شكل او بختار ديكور. هختار ازاز، هختار كهرباء، هختار غاز وكهرباء، فمش هتفرق معايا، انا هختار كشكليه. لان طبعا لو انا جبت الازاز وانا هعتمد عليه اعتماد كامل، الازاز اللي هو السيراميك طبعا بيكون محتاج معامله خاصه في الشغل، مش هيستحمل البهدله بتاعت الشغل، بمعنى اصح زي ما احنا بنقوله بالعربي كده، مش هيستحمل بهدله شغل، لانه وارد ان واحد خربش مني، بيحصل فيه خدوش، ممكن يتكسر عليا، فطبعا طبيعي مش هيستحمل شغل كتير. طب عشان انا بقى عايز اجيب بوتاجاز مسطح بلت ان هعتمد عليه اعتماد كامل في التشغيل، يبقى قولا واحدا هنجيب مسطح استانلس. ده مبدئيا بغض النظر بقى عن الشركات او اي حاجه، هنجيب استانلس ستيل، ده هعتمد عليه اعتماد كامل في التشغيل. دلوقتي بعد ما عرفت انا هجيب بوتاجاز مسطح ليه وحددت نفسي انا هجيب ايه، وليكن احنا دلوقتي هنجيب حاجه او بوتاجاز مسطح هعتمد عليه اعتماد كامل في التشغيل، اشتري ازاي او اشتري بناء على ايه، او ايه العوامل اللي انا هشتري بيها؟ اول عامل وهو عامل اساسي وهي المساحة عندي بتاعت المطبخ، لأن المساحة هي اللي هتحدد معايا المقاس اللي هشتريه، لأن زي ما احنا عارفين المقاسات بتاعت البوتاجازات المسطحة بتختلف، في عندي مقاس 90 في 60، في مقاس 60 في 60، وفي عندي مقاس برضو 75، في مقاس 80، في مقاس 30 اللي هو بيكون 2 عين، فطبعا المقاس هنحدده بناء على المساحة اللي عندي أو على الرخامة اللي هنركب عليها السطح، بناء على كده هنعرف أنا هجيب مسطح مقاسه كام على حسب المساحه اللي موجوده عنده. وطبعا بالنسبه للمقاس، مقاس البوتاجاز المسطح هيبدا يحدد معايا العيون اللي موجوده على حسب المقاس اللي عندي، يعني ممكن مقاس 60 في 60 يجيب لي 4 عيون، وممكن مقاس 90 في 60 الاقي منه برده موديلات منزله 4 عيون، بس على حسب انا هختار العيون او عدد العيون اللي هتكفيني ايه. يعني انا مثلا ممكن عندي 60 في 60 يديني 4 عيون، ممكن الاقي عندي ال 4 عيون برضو الاقيهم مثلا 2 كهرباء و2 غاز، الاقي 3 غاز و1 كهرباء، فعلى حسب ما هنبدا نحدد انا محتاج ايه بالظبط. وبالنسبه لل 90 ممكن يكون عندي المجال اوسع شويه، ان انا الاقي 5 عيون، الاقي 6 عيون، الاقي 4 عيون غاز و2 كهرباء، على حسب احتياجي. فبالنسبه للعيون برضو دي هنبدا نختارها زي ما احنا محتاجين، انا محتاج هل المسطح كله محتاجه غاز؟ المسطح كله محتاجه كهرباء، المسطح كله محتاج منه غاز ومحتاج منه كهرباء، فهبدا بناء على المقاس اللي موجود عندي هبدا احدد العيون اللي انا محتاجها. فطبعا ده بترجع لاحتياجي انا الشخصي، يعني مش هنقعد نحدد نقول لا تجيب 5 عيون، تجيب 6 عيون، تجيب غاز، تجيب كهرباء، لا، الاستخدام انت اللي هتستخدم وانت اللي هتبقى عارف انت عايز تستخدم ايه. هل انا هجيب كهرباء وده طبعا ليه مميزات وعيوب، هل انا هجيب غاز بس لوحده وبرضه ده ليه مميزات وعيوب، وهل انا هجيب غاز وكهرباء وبرضه ده ليه مميزات وعيوب. فالتحديد ده انا اللي هقدر احدده كشخصي، مش هستنى نصيحه ان حد يقول لي لا هات كذا، انا اللي هبقى عارف بناء ان انا اعرف مميزات وعيوب كل جهاز ايه. طب انا دلوقتي حددت المقاس بتاع المطبخ عندي، وحددت مقاس المسطح البوتاجاز المسطح اللي انا هختاره، وحددت العيوب، هنيجي بقى لاهم سؤال بيتسال دايما: اختار شركة ايه؟ وده السؤال اللي في الغالب اللي الناس كلها بتسيب البوتاجاز كامل وبتختار الشركة مبدئيا. فطبعا هو عامل اساسي في اختيار الشركة، بس عشان اختار شركة لازم اختار شركة يكون الجهاز بتاعها منتشر في السوق، ده اول حاجة. تاني حاجة يكون لها خدمة ما بعد البيع،
الاقي لها خدمه عملاء اعرف اتواصل معاهم، الاقي قطع غيار الجهاز متوفره، الاقي سعرها كويس ومناسب، ما اروحش الاقي قطعه الغيار سعرها معدي او سعرها اوفر عن سعر السوق. يعني برضو لازم اختار الشركه بناء على ان انا الاقي مراجع عليهم، الاقي دعم فني اعرف اتواصل معاه، الاقي خدمه ما بعد البيع، الاقي ليه عندهم خدمه صيانه، الاقي اكسسوارات البوتاجاز عندهم متوفره، الاقي قطع غيار متوفره. فبالتالي ده تحديد الشركه مبدئيا، مش هحدد ان انا بحدد وليكن على سبيل المثال فريش جليم جاز زانوسي، يعني ايا كان الشركه اسمها ايه، مش هحدد الشركه مبدئيا. انا قبل ما احدد الشركه انا عايز اشوف الجهاز المنتشر في السوق يكون بكثره في السوق، خدمه ما بعد البيع متوفره للمنتج نفسه، اكسسواراته موجوده، قطع غياره موجوده، برضه يكون سعره مناسب. فدي مبدئيه ان انا اختار شركه ايه. عشان احددها لازم احدد بناء على كده. بعد ما اخترت الشركه عايز اختار مواصفات المسطح نفسه، اجيب مسطح او بوتاجاز مسطح بيلتين مواصفاته عامله ازاي، يستحمل معايا الشغل بمعنى صح. اول عامل اللي احنا اتكلمنا فيه وبنأكد عليه ان يكون السطح ستيل ستانل ستيل. تاني حاجه يكون فلات على اساس ان هو ما يكونش فيه فتحات تدخل زيوت، تدخل مكان الميه مكان، ويكون سهل معايا في التنظيف. ده تاني حاجه. تالت حاجه ببص عليها اللي هي الحوامل، حوامل البوتاجاز نفسه اللي هي بتكون فودي. طبعا عندي من الحوامل ديت تلات انواع، في عندي حديد اللي هو بيكون الناعم، وفي عندي بيكون الظهر بيكون تقيل ظهر تقيل، وفي عندي الميتاليك. طب ايه الفرق بين التلاته؟ لو جينا على الحديد اللي هو الناعم ده بيكون خفيف، يعني ما فيهوش سماك او بيكون خفيف، وفي نفس الوقت برضه بيكون عيوبه ان هو ممكن يقشر معايا بسرعه وممكن يصد معايا مع الغسيل ومع التنظيف. تاني نوع اللي هو الحديد الظهر، وده بيكون تقيل، يعني الخامه بتاعته بتكون تقيله، وطبعا مميزاته ان هو بيكون متحكم في الحلل اللي بتتحط على البوتاجاز او القدور اللي بتتحط على البوتاجاز، مش هتبقى مانع للانزلاق ان هو ممكن الحله ممكن تقع من عليه تزحلق من عليه، وانا بقلب كده ممكن الحله تجري من عليه، اللي هو بيحصل مع ايه؟ مع الحديد اللي هو النوع الاولاني، ممكن يحصل معايا الكلام ده مع النوع الاولاني، لان هو اساسا ما بيبقاش ثابت نفسه على البوتاجاز نفسه اللي هو الحديد الناعم الرفيع ده. لكن الظهر بيكون تقيل شويه وبيكون متمالك مع الحلل او متماسك مع الحلل في التقليب في الحركه، بيكون موازن نفسه في على وضعه على السطح. وبس هو عيبه الوحيد ان هو ممكن يتكسر معايا بسرعه. لكن الكسر بيكون مع سوء الاستخدام، يعني لو وقع مني ممكن يتكسر، لو اتخبط مني خبطه مش مظبوطه ممكن يتكسر كده. النوع الثالث عندي وهو الميتاليك. الميتاليك عندي يعتبر واخد مميزات الحديد ومميزات الظهر، وبيعتبر هو احسن نوع فيهم. يعني الميتاليك ده بيكون هو احسن نوع فيهم لان هو بياخد مميزات الاثنين. فهو بيكون برضه حديد، الحديد بتاعه تقيل، الميتاليك بتاعه تقيل، بيكون فيه طبعا من التيفال، فبيكون برضه سهل التنظيف، بيكون خشن ان هو برضه يمسك معايا الحلل والقدور برضه ما تتزعلقش من عليه، فده بيكون من النوعيات الكويسه. فعشان نجيب مثلا نوع نظيف او افضل حاجه، يا اما نجيب الميتاليك يا اما نجيب الظهر، الاثنين نوعهم كويس. برضه الحديد ليه استخداماته، لكن الحديد زي ما بنقوله عيوبه كتير، ومن اهمهم ان هو ممكن يزحلق مني الحلل، لو انا بقلب كده مش وما انتش واخده بالك ممكن تقع منك الحلل من عليه، يزحلق من عليه لانه بيكون ناعم. وتاني حاجه ان هو بيصد. فعشان نجيب نوع حوامل كويس يا اما نجيب الظهر يا اما نجيب الميتاليك. بما ان اتكلمنا عن الحوامل، ففي نصيحه مع اختيار البوتاجاز المسطح مع الحوامل، نحاول نختار المسطح يكون العيون بتاعته منفصله، يعني كل عين لوحدها بالحامل بتاعها، زي الشكل ده مثلا عندي، ان كل عين منفصله ليها حامل لوحده منفصل. ليه بنقول منفصل؟ لانه بيكون اسهل عندي في الحلل، لو انا بنعمل كذا طبقه او عندي كذا حله بنحطها على البوتاجاز، فبنقدر نحط كل عين لوحدها، ما يكونش عندي زحمه في العيون، يعني ما يكونش عندي انا حاطط حله على عين، نلاقي عشان العينين قريبين من بعض فبلاقي ان هو واخد المساحه كلها، ما اقدرش استغل العين الثانيه. فلما بيكون منفصل اقدر استغل كل عين في السطح، يعني انا لو عندي خمس عيون عندي ست عيون اقدر استغلهم بناء ان انا جايب العيون منفصله عن بعضها، يعني كل عين مستقله لوحدها اقدر استغلها، يعني اقدر استغل العيون اللي موجوده كلها، خلاف لما بيكون عندي العيون متقاربه والحامل واحد. اقدر استغله كل حاجه، بس في بعض الاحيان ما بقدرش استعمل، ممكن استعمل عين لو انا حاطط حله كبيره شويه ممكن استعملها الاقي ان انا ما عرفتش استعمل العين الثانيه. فدي برضه من بعض النصايح واحنا بنشتري بوتاجاز المسطح البلت ان. النقطه رقم 4 وهي اختيار للعيون، عيون البوتاجاز.
عشان اختار عيون البوتاجاز لازم اختار العيون اللي بتكون نظام الغرف، ما نجيبش نظام الماسوره. طب اعرفها ازاي وايه يعني ايه الغرف ويعني ايه الماسوره؟ لما بنيجي بنرفع العين اللي هي القاعده بتاعه العين ديت بنلاقي هنا نظام غرفه او قاعده للعين بيكون جواها فنه الغاز. دي بتختلف عن ان انا لا الاقي ماسوره بس طالعه كده راكب عليها العين من فوق. طب اختلافها في ايه؟ طبعا بالنسبه للغرف بيكون الامان بتاعها اكتر وبيكون استهلاكها للغاز قليل خلاف الماسوره. الماسوره بيكون طبعا ما فيهاش امان خالص نهائيا وبيكون عليها خطر، وفي نفس الوقت بيكون استهلاكها شديد في الغاز، فعشان نختار او بيكون استهلاكها كتير في الغاز، فعشان نختار نختار اللي هو نظام الغرف. نظام الغرف مش المواسير، وده طبعا النظام اللي طالع جديد كلته او الشغل اللي طالع جديد كلته بالنسبه للبوتاجاز المسطح البلت ان دلوقتي كله شغال نظام الغرف، يعني خلاص بداوا يمنعوا موضوع المواسير ده فكله شغال نظام الغرف دلوقتي. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي ناخد بالنا منها. رقم 5 وهو الامان، يعني اختار البوتاجاز المسطح يكون فيه امان، وده بتعتبر من النقط المهمه في اختيار للسطح. يعني ايه امان؟ بمعنى ان عندي البوتاجاز لو جينا بصينا لكل عين هنلاقي فيه سلك زي نحاس كده موجود جنب العين. طبعا بيكون فيه اتنين عندي، فيه اللي هو الابيض ده اللي هو بيكون بتاع الاشعاع الذاتي، ودي رقم 6 اللي احنا هنتكلم فيها، وفيه اللي هو بيكون النحاس الشكل النحاس ده. طبعا بيكون كل عين جنب منها اللي هو الصبع اللي هو النحاس ده. ده بيكون نظام امان في البوتاجاز. فايدته ايه او يعني ايه الامان بتاع البوتاجاز؟ بمعنى الامان ده لما بيكون انا مشغل البوتاجاز وليكن انت حطيت حاجه على البوتاجاز فيها ميه فارت عملت اي حاجه، المهم ان عندي النار طفى. لما النار بتطفى عندي في البوتاجاز فوظيفه الامان ده او وظيفه الحساس الامان ده او صمام الامان ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو بيدي امر لمفتاح التشغيل ان هو يفصل الغاز، بمعنى انه ما يفضلش يسرب غاز معاك. يعني الامان ده ان هو ما يفضلش يسرب غاز معايا. اول العين ما بتطفى عليها النار او النار بتطفي من العين كده لايا كان ايا كان السبب، مع هواء مع حاجه فارت عليه مع اي حاجه، المهم اول النار ما تطفي بيبدا حساس الامان ده يدي امر على طول في ساعتها للمفتاح بتاع التشغيل بيجي جاي فاصل اوتوماتيك الامان، بيجي جاي فاصل الغاز ما يفضلش يسرب معايا غاز. وفي نفس الوقت برضو ان لو مثلا عندي عيل صغير او اي حاجه بيفتح المفتاح بتاع الغاز وفتح الغاز عليه برضو اوتوماتيك بيجي جاي مد امر للمفتاح، بعدها بثواني كده بيجي جاي مد امر للمفتاح بيجي جاي قافل الغاز. فده نظام الامان، وده حاجه مهمه جدا جدا جدا، نظام صمام الامان اللي هو بيكون جنب العيون، بيكون كل عين جنب منها لازم الصمام بتاعه، ده نظام الامان. هنيجي بقى رقم 6 وهو الاشعال الذاتي، برضه بيكون كل جنب كل عين بنلاقي الاشعال اللي هو شكله الابيض ده اشعال ذاتي، اللي هو بمعنى اصح بنولع بيه عشان نستغنى عن الولاعه والكبريت والشغل ده، فبنولع بيه اوتوماتيك، مجرد ان انا اضغط على المفتاح والف يولع معايا العين، ده برضه من ضمن كماليات البوتاجاز المسطح، وبرضه يعتبر من ضمن المميزات فيه ان انا اولع بيه اشعال ذاتي عشان استغنى عن الولاعه والكبريت. رقم 7 ودي تعتبر نصيحة، اللي هي لما اجي اختار بوتاجاز مسطح احاول اجيب المفاتيح تكون بالجنب جانبية. طب ليه جانبية؟ ويفضل ان هي تكون جانبية ليه؟ لان الجانبية ديت بتكون بعيدة عن النار، يعني بتكون بعيدة عن التشغيل بتاعي عن النار، وفي نفس الوقت بعيدة عن الحركة بتاعت الايد، يعني مثلا بنحط حلة بنحط حاجة ما اجيش مثلا وانا شغال كده او انت شغالة كده ممكن تخبطي المفتاح تكسريه، فبيفضل ان هو يكون جانبي للسبب الاساسي ان هو بيكون بعيد عن النار شويه، يعني بيكون بعيد عن اللي هو ما يكون قريب من النار، فبيكون بعيد عن الحركه وبيكون بعيد عن النار، فبيكون افضل شويه عن المفاتيح مثلا اللي بتبقى في الوسط هنا اللي هي في النص هنا او على حسب التشكيل، فاحنا بنفضل ان احنا نجيب اللي هو يكون مفتاح جانبي. لو هنيجي نتكلم عن الانواع البوتاجازات المسطحه البلت ان او الانواع اللي موجوده ايه؟ طبعا يا كتر الانواع اللي موجوده في السوق، بس لو هنيجي نتكلم عن الجوده وحاجه عاليه بندور طبعا على المنتج الايطالي، بس طبعا المنتج الايطالي بيبقى مختلف طبعا في السعر، بيبقى مختلف في خدمه العملاء، في المنتج نفسه، في الصناعه، فطبعا المنتج الايطالي هو اكتر حاجه بتكون اعلى جوده وطبعا اعلى سعر. المنتج الايطالي زي ايه في السوق اللي منتشر؟ عندي البا، عندي جلين جاز، عندي كيتشن لاين، عندي اريستون، في كذا نوع، طبعا في خلاف شركات تانية موجوده برضو كتير، بس في كذا نوع موجود ايطالي، فطبعا المنتج الايطالي بيتميز
بان هو بيطلع انواع كتير، بيطلع اشكال وتصاميم كتيره، لكن بيختلف معايا في السعر. طب لو عايزين نفرق شويه في بالنسبه للمنتج الايطالي، انا بشوف ممكن من وجهه نظري ان شركه اريستون يعني ممكن تكون بتتفوق شويه عن الاجهزه دي. ليه انا بقول كده؟ لان بشوف ان خدمه العملاء بتاعتها كويسه، بشوف ان خدمه ما بعد البيع بتاعتها كويسه، وبنفس الوقت اسعارها يعني مش مناسبه، مش مرتفع قوي، مش مدين الريتش العالي، او مش مدين الرينج العالي في الاسعار، فبيكون سعرها برضو هوين شويه عن مقارنه عن الماركات الثانيه الايطالي. فعشان ندور في عند الايطالي وفي عند المحل. فالايطالي زي ما احنا ما اتكلمنا عنه، وده بيكون اكتر حاجه منه ان السعر بيكون عالي، لان معظم المنتجات الايطاليه او معظم الشركات اللي هو في المنتج الايطالي بيستهدف فئه معينه او شريحه معينه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو بيعمل تسعيرته على الشريحه اللي هو بيستهدفها، اللي هو في ناس معينه بتيجي عارفه، وليكن على سبيل المثال شركه اريستون، شركه جليم جاز مثلا، وليكن شركه كيتشن لاين، اللي هو خلاص عارف ان المنتج ده سعره غالي، فالمنتج ده بالنسبه له نظيف، المنتج ده بالنسبه له جودته اعلى. ممكن يشوف نفس المنتج في شركه ثانيه ونفس المواصفات، ويمكن يلاقي مواصفات اعلى منها، بس هو خلاص بياخد موضوع اللي هو الماركه او موضوع الاسم التجاري، وده اللي على فكره بيشغل المنتجات الايطاليه، الاسم التجاري او البراند التجاري بتاعه. فالاسم بتاعه هو اللي بيحدد التسعيره بتاعته. ده بالنسبه للمنتج الايطالي. ليه تسعيرته بتبقى غاليه؟ لان طبعا احنا زي ما احنا عارفين الاستيراد بيكون سعره غالي عن المحلي، بيكون تكلفه اعلى، وفي نفس الوقت زي ما قلنا ان معظم المنتجات الايطاليه او معظم البراندات بتستهدف شرائح معينه. لان هو في واحد مثلا هو شريحته ان هو عايز يشوف حاجه اعلى، انا بجيب الحاجه التوب، فبروح مثلا وليكن على سبيل المثال رحت لشركه اريستون لقيت سعرها اقل، رحت لشركه جليم غاز لقيت سعرها اعلى ومتفوق. لا، يبقى هو عنده اعتقاد ان سعر جليم غاز ما دام اعلى يبقى الفئه بتاعته كويسه، يبقى ان هو ده التوب كده بالنسبه للاسطح. وده طبعا هو اللي بيغلي تسعيره الاسطح اللي هي المنتجات الايطاليه. لكن هي بتتفوق طبعا في الصناعه، بتتفوق طبعا في الجوده، جودتها بتبقى عاليه جدا. لكن زي ما قلنا هو المشكله كلها بتاعتها في التسعيره، السعر بتاعها بيبقى غالي جدا. طب انا عايز اجيب برضو بوتاجاز مسطح يكون منتج كويس ويكون سعره مناسب ويكون جودته برضو مناسبه وجودته كويسه. برضو في منتجات محليه كتير في السوق ممكن نتكلم عنها، ان برضو بيكون سعرها كويس وفي نفس الوقت المنتج بيكون فيه كتير خالص من الايطالي. يعني انا مثلا على سبيل المثال لو جينا لشركه فريش، شركه فريش مطلعه سطح والله ممتاز جدا بالنسبه لايش؟ بالنسبه للمواصفات بتاعته والجوده بتاعته كويسه جدا. ولو جينا للسطح نفسه في فريش هنيجي نبص للعيون بتاعتنا، لو احنا زي ما احنا بنتكلموا على العيون او قاعده العين اللي احنا بنقول عليها الغرف ديت اللي احنا لسه متكلمين عليها، هنلاقي العيون ديت من شركه اسمها شركه سباف، يعني عليها مكتوب عليها هنا سباف ايطالي، صناعه ايطالي، هي اللي بتصنع لجليم غاز، وهي اللي بتصنع لكيتشن لاين، وهي اللي بتصنع لالبا، وهي اللي بتصنع لريستون، يعني هي اللي بتصنع للمنتجات الايطالي. فبمعنى كده برضو عندي ان الشركه زي شركه فريش هنلاقيها مناسبه في سعر، ومنتج برضو محلي كويس. وفي طبعا منتجات كتير محليه هنتكلم عليها. بالنسبه للماركات او الشركات اللي موجوده في السوق المصري وبرضو جودتها كويسه وسعرها مناسب، اول حاجه زي ما قلنا اللي احنا لسه متكلمين عليها فريش. في حاجه ثانيه اللي هي شركه بيكو، برضو بتكون كويسه، بس دي بتكون صناعه تركي، لكن بتكون جودتها كويسه وفي نفس الوقت سعرها مقارب من السعر المحلي او السعر المصري. في بعدها في عندك تورنيدو، في عندك ايكوك. طبعا ايكوك بالنسبه للايكوك ده لما بتكون بتدور على الشكل اكتر، يعني ما بيكونش في الاستخدام اللي هو العملي اكتر، يعني هو بيكون في الديكور والشكل بيكون افضل، وفي نفس الوقت بيكون جودته كويسه، يعني مش استخدام كتير او مش اعتماد كلي في الاستخدام، لكن جودته برضه مناسبه وفي نفس الوقت سعره مناسب. وفي عندي زي ما قلنا الفريش، وفي عندي البيكو، في عندي التورنيدو، وفي عندي الهوفر. الهوفر برضه في منه ايطالي وفي منه المصري، وبرضه سعره بيكون مناسب، يعني سعره مقارب من السوق المصري. فدي بعض المنتجات المحليه اللي بتكون كويسه جدا معايا نقدر نشتري منها. فدلوقتي يعني حاولنا ان احنا نغطي اكبر حاجه بالنسبه للبوتاجازات المسطحه، وحاولنا ان احنا نتكلم عنها عن البوتاجاز المسطح عامه، فان شاء الله نكون كفينا ووفينا فيها. وطبعا لو احنا بنتكلم اصلا عن البوتاجازات المسطحه هتحتاج كتير، هتحتاج شرح كتير لان فيها كلام كتير، فاحنا حاولنا ناخد اختصار كده مبسط او سريع
للبوتاجاز المسطح وازاي نعرف نشتريه وايه الانواع اللي نعرف نشتريها. فلو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وغيرك يستفاد. وبرضه بنفكرك ان المحتوى الهادف بيموت بالمتابعه الصمت. فلو لسه ما عملتش اشتراك في القناه تنزل تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي استفسار او عندك اي مشكله وعايز تسال عليها اكتب لنا في الكومنتات وهرد عليك. تحياتي للجميع.